الدرس الأول: ضرب عددا صحيحا في كسر عادي. نشاط واحد: عدت أمي فطيرة من الزعتر وقطعتها إلى 4 قطع متساوية. أكلت أنا قطعة وأختي قطعة وأكلت أمي قطعة. ألف: الكسر الدال على القطعة الواحدة من الفطيرة يساوي ربع. ب: مقدار ما أكلت العائلة من الفطيرة يساوي ربع زائد ربع زائد ربع يساوي 3/4. جيم: أعبر عن الجمع المتكرر بالضرب، 3 ضرب ربع يساوي 3/4 الفطيرة. أفكر: ما علاقة 3 ضرب 4 ب3/4؟ تكرر جمعه 3 مرات. أتذكر أن الضرب عملية جمع متكرر. نشاط 2: قطفت أمل البرتقالة الطازجة لإعداد عصير الفواكه المشكلة. كم كأساً من عصير البرتقال تحتاج لإعداد 6 كؤوس من عصير الفواكه المشكلة بحيث يكون 2/3 كأس العصير من البرتقال؟ عدد كؤوس عصير البرتقال يساوي 2/3 زائد 2/3 زائد 2/3 زائد 2/3 زائد 2/3 زائد 2/3 يساوي 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 على 3. نجمع البسط ولكن يبقى المقام موحد، يساوي 12 2 على 3 يساوي 4. ألاحظ أن 6 ضرب 2 على 3 يساوي 6 ضرب 2 على 3 يساوي 12/3. أتعلم: لضرب عدد صحيح في كسر، أضرب العدد الصحيح في بسط الكسر ويبقى المقام كما هو. نشاط 3: أتعاون مع أفراد مجموعتي في تمثيل ناتج 3 ضرب 1/2 يساوي 3/2 يساوي 1.5. نشاط 4: أجد ناتج كل مما يلي. ألف: 3 ضرب 2/7، نضرب العدد الصحيح في البسط ويبقى المقام كما هو، يساوي 3 ضرب 2/7 يساوي 6/7. ب: 4 ضرب 1/9، نضرب العدد الصحيح في البسط، 4 ضرب 1/9 يساوي 4/9. نشاط 5: زار أحمد معرضا للسيارات، عرضت فيه 15 سيارة من النوع نفسه، منها 3 سيارات لونها أحمر. أكمل. ألف: الكسر الذي يمثل عدد السيارات الحمراء 3/15 ويكتب بأبسط صورة: 3/3/5/3 يساوي 1/5، أي أن عدد السيارات الحمراء يساوي 5 السيارات جميعها، أي أن 5/15 يساوي 3 وهو عدد السيارات الحمراء. ألاحظ أن 15 ضرب 5 يساوي 15/3 يساوي 3 بأبسط صورة، وأن 5/15 يساوي 3، أي أن 15 ضرب 5 يساوي 5/15 يساوي 3، خاصية التبديل. نشاط 6: أناقش مع زملائي كيف أجد ناتج ضرب 6 ضرب 3 باستخدام خط الأعداد. نشاط 7: أكتب جملة الضرب الممثلة على خط الأعداد. جملة الضرب: 8 ضرب ربع يساوي 8/4 يساوي 2. نشاط 8: أجد ناتج 5 ضرب نصف باستخدام خط الأعداد. جملة الضرب: 5 ضرب نصف يساوي 5/2. تمارين ومسائل: السؤال الأول:
أجد ناتج ما يلي بأبسط صورة: ألف 7 ضرب ربع يساوي 7 ضرب 1/4 يساوي 7/4، ب 15 ضرب 1/3 يساوي 15 ضرب 1/3 يساوي 15/3 يساوي 5، ج نصف الستة يساوي 6 ضرب 1/2 يساوي 6/2 يساوي 3، د 3 ضرب 2/5 يساوي 3 ضرب 2/5 يساوي 6/5، ه 7 ضرب 3/8 يساوي 7 ضرب 3/8 يساوي 21/8، واو 2/6 = 12 يساوي 2 ضرب 12/6 يساوي 24/6 يساوي 4. السؤال الثاني: أكتب عددا مناسبا في المربع الفارغ: ألف 2 ضرب 3/5 يساوي 6/5، ب 2/4/5 يساوي 10/4، ج 3/7 يساوي 7/3، د 6/6 يساوي 1، لأن 6 ضرب 1/6 يساوي 1. السؤال الثالث: أكتب جملة الضرب الممثلة على خط الأعداد: 7 ضرب 1/7 يساوي 7/7 يساوي 1. السؤال الرابع: رسمت شروق 12 لوحة فنية، 3 هذه اللوحات عن التراث الفلسطيني، كم لوحة رسمت شروق عن التراث؟ 12 ضرب 1/3 يساوي 12 ضرب 1/3 يساوي 12/3 يساوي 4 لوحات. السؤال الخامس: تبرع علي ب 16 صندوقا من العصير للمدرسة، 3/4 الصناديق بنكهة التفاح، كم صندوقا بنكهة التفاح تبرع علي؟ 16 ضرب 3/4 يساوي 16 ضرب 3/4 يساوي 48/4 يساوي 12 صندوقا. السؤال السادس: إذا كان نصيب الولد مثلي نصيب البنت عند توزيع المواريث، فما الكسر الذي يمثل نسبة نصيب البنت يساوي 2/3؟ السؤال السابع: توفي رجل وورثه أو زوجته وأولاده، إذا كان نصيب الزوجة تمن التركة البالغة 3200 دينار، كم دينارا يبلغ نصيب الزوجة من التركة؟ كم دينارا يبلغ نصيب الأبناء من التركة؟ إذن 3200 ضرب تمن يساوي 3200 ضرب 1/8 يساوي 400 دينار، نصيب الأبناء من التركة 3200 ناقص 400 يساوي 2800 دينار. السؤال الثامن: يقضي الأسد 5/6 يومه في النوم، كم ساعة في اليوم يبقى الأسد مستيقظا؟ اليوم 24 ساعة، 5/6 اليوم يساوي 5/6 ضرب 24 يساوي 5/24/6 يساوي 120/6 يساوي 20 ساعة يبقى الأسد نائما. 24 ناقص 20 يساوي 4 ساعات يبقى الأسد مستيقظاً.